السلام عليكم ورحمة الله. زي ما احنا عودناكم قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا اللي بيكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهارده إن شاء الله تالت جزء لينا في مصطلحات الحمام. يعني إيه مصطلحات الحمام؟ يعني تكوين فرد الحمام ومصطلحات الحمام. الفكرة اللي احنا عاملين مثلا كام فيديو كده اللي هو مصطلحات الحمام ليه؟ لأن عشان خاطر الناس اللي هي متابعانا، الناس اللي هي مثلا عايزة تخش في حمامات قوية، عايزة تخش في مستوى أحسن، فأنت كده كده إزاي تبقى غاوي ومحترم واللي أنت قاعد في وسط ناس ومش عارف مصطلح الحمام، مش عارف كلمة تتقال كده، كلمة تتقال كده مش فاهمها، هتقول له إيه والنبي؟ كلمة اللي بتتقال ما بتتعادش تاني، فأنت اللي غرض اللي إحنا بنوصل المصطلحات، بنوصل اللي هي مثلا عيوب ومميزات، عشان خاطر إن أنت راجل تبقى فاهم يعني إيه مثلا كلمة حمام، يعني إيه مثلا مصطلح، يعني إيه مثلا تكوين فرد حمام، فإحنا كده كده غرضنا من اللي إحنا مثلا مصطلحات مش عشان خاطر مثلا اللي إحنا عاملين تزويد فيديوهات ولا الكلام ده، الكلام عن الحمام قسما بالله مش هيخلص. طيب نرجع لمرجان الفيديو. المرة اللي فاتت اتكلمنا في شوية مصطلحات ورجعنا بس اخر الفيديو كده فصل عشان الناس اللي بتابع الفيديو اللي فات دي، احنا وصلنا اللي هو نسل الحمام ووصلنا لخارطة الحمام وكان فاضل حتة ترميل فرد الحمام. يعني ايه ترميل فرد الحمام؟ ترميل فرد الحمام ده الناس اللي هي بتقول لك ايه بستر فرد الحمام، اللي هم بيلموا السبع ريشات دولت ويجيبوا مثلا الشكرتون لما شريط لحام بيلفوا اللي هو ايه السبع ريشات الاولانيين دولت عشان خاطر ايه فرد الحمام ما يترش. طيب دي مش مستحبة لان لما انت بتيجي تفك اللزق بتاع فرد الحمام، فرد الحمام بيقع منه ريشة ريشتين ثلاثة في قلب اللزق اللي انت لازق كتف فرد الحمام. طيب في نقطة تاني، في اللي هو مثلا فرد الحمام بيبقى واقف كتفه متخدم. يعني ايه كتفه متخدم؟ يعني اللي انت رابط عصب فرد الحمام فهو مفيش عصب في ايديك، انت اربط كوعك كده اهو وتعالى شوف هتحرك ايدك ازاي. لا ده انت بيفضل فرد الحمام بيفضل يعمل كده وبتتعب فرد الحمام. فاحنا بنتكلم اللي هي المعاملة مع التير برفق عشان خاطر اللي هو ده فرد الحمام مش هيقول لك والنبي فكني براست عشان ايديا وجعاني. لا ده احنا بنتكلم اللي انت لا تنسله لا اللي هو تخرطه. عايز اللي انت مثلا ده هو زغلول صغير وانا عايز ارمله عشان يحفظ الارضيه، مفيش مشكله اما تشد شبكه الرمايه تخليه يحفظ الارضيه. دي برده نقط اللي احنا برده عشان خاطر الناس اللي متابعانا. فانا النهارده اللي احنا هنتكلم اللي هو مثلا على فرد الحمام عشر يعني ايه، وهنتكلم على مثلا صندوق فرد الحمام، وهنتكلم مثلا على يعني برده عشان خاطر العظم بتاع فرد الحمام. في بس اول حاجه عظمه سابقه عظمه دي اللي هي بتبقى ايه، بتبقى العظمه اللي تحت دي سابقه اللي فوق، فكده كده بيقول لك ايه فرد حمام او عظمه سابقه. فبعظمه سابقه دي اللي هو بيكون عظمه سابق العظمه اللي فوق دي بعظمه سابقه. طيب قبل ما ننزل بقى على فرد الحمام، في اللي هي مثلا مصطلح كلمه حرام. يعني ايه كلمه حرام؟ في كموخه. يعني ايه كموخه؟ طيب نمشي مع بعض كده واحده بواحده. الحرام دي بتيجي معظمها في البول، الكموخه دي بتيجي في البول والخدود اللي هي خد مشعلق خد مش مظبوط، هي معظمها بيجي في اللي هو فرد الحمام اللبلق لان هو فرد الحمام بخدين. طيب نمسك كموخة. يعني ايه كموخة دي؟ اللي هي مثلا مفروض انا جايب لك فرد حمام يعتبر انت فاهم في المواصفات اللي احنا هنشرحها كلها، في مسلة هنا بتفتح وش فرد الحمام. طيب لو ما جاتش المسلة دي وكل ده جه اسود مع الخدين، دي اللي بتتسمى كموخة. بيبقى مفيش مسلة فالقة اللي هي دماغ فرد الحمام، بيبقى اللي هي خدوده مثلا هتنزل مظبوطة، لا ده بيبقى الرابط الاسود ايا كان بقى، يعني هو فحمي بتلاقي مثلا كل ده اسود من فوق بخدوده، دي اللي هي بتبقى كموخة. طيب لو هتلاقي مثلا اخضر هتلاقي نفس جتة الاخضر برضو دي الكموخة اللي بتبقى فرد الحمام. طيب يعني ايه حرام؟ حرام دي اللي هو مثلا خدين فرد الحمام بيبقوا نازلين زي بعضهم. طيب بتلاقي بقى خد نازل سارح جاي لغايه معده فرد الحمام، لا اما جاي لغايه بطنه من تحت فرد الحمام، ده بيبقى تسمى حرام. ممكن تلاقيه في خد واحد وممكن الخد الثاني يبقى اللي هو مثلا ايه ناقص، يبقى مش مكتمل الكلام ده. طيب في اللي هو مثلا ايه ده خدوده مش مظبوطه. خدوده مش مظبوطه دي يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا هي خدود الاخضر بتبقى مشعلقه. طيب ممكن تلاقي مثلا زي ايه دفه كده جايه للاخضر كده، هي مش يعني اللي هي ما بتتسماش اللي هي مثلا خد، لا دي هي بتتسمى كده
زي وحمه ولا تفه كده، بتبقى ايه في خد فرد الحمام، ملوش خدود خالص، ده اللي بيبقى خدوده اصلا مش علقه، ومالوش خدوده مظبوطه، فهو كده كده خد الاخضر المفرود اللي هو بيكون مش علق بس نازل ومرمي ورا بعرض، فاللي هي دي خدود بتبقى فرد الحمام اللي هو بيقول لك ايه ده خدوده مش مظبوطه. طيب خلصنا من نقطه خدوده مش مظبوطه بتاع فرد الحمام والكموخه وفرد الحمام بحراب. طيب ايه كلمه خلع؟ لما بيجي مثلا خلع فرد الحمام يقول لك ايه ده كتفه فيه خلع، كتفه فيه خلع يعني مثلا الاخضر هنا الفحم هنا بيجي طرطيش بيضه كده في كتفه من هنا اهو، تيجي تفرك جناحه هنا اهو او تضم جناحه هنا تلاقي طرطيش بيضه هنا اهو في قلب كتف فرد الحمام، ده بيتسمى مثلا ايه خلع فرد الحمام. دي برده من اللي هو عيوب فرد الحمام، يعني اللي انا بكلمك مثلا كموخه دي برده بتعيب فرد الحمام، الحران دي برده بتقلل من فرد الحمام، فكل الحاجات اللي هي بنتكلم دي يعني برده المصطلحات عشان برده تكون فاهمها، واحنا كده كده كل اللي احنا بنعرفه لك دي، بس انت لما نيجي مثلا اخش في التقليبات هخش بكل المصطلحات، مش هقول لك يعني ايه ويعني ايه، لا انا هقول لك ده فرد الحمام الاخضر مثلا كده 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 كده، يبقى انا داخل بالده ايه اللي هو مثلا تقليب فرد الحمام، مش هقول لك ده يعني ايه وده يعني ايه، لا انا بديك المصطلحات دلوقتي بحيث لما اخش في التقليب يبقى انا عشان مش هخاطب حد لسه ناشئ ومش هخاطب حد مبتدئ، ده اللي احنا هنتكلم في تقليبات، لان في ناس بتخش عايزه التقليبات، فانا مش هقول لك بقى واحد يعني ايه وده يعني ايه وده يعني ايه، لا احنا هنتكلم احنا بنعرفك المصطلحات دلوقتي عشان خاطر اللي انت لما تخش يبقى انت في التقليبات يبقى انت فاهم يعني المصطلحات اللي احنا بنتكلم فيها يعني ايه. طيب خلصنا من اللي هو مثلا فرد الحمام مخلخل او فرد الحمام بخلع اللي هي بيبقى الريش من هنا اهو على جتته، بيبقى فرد الحمام جتته مثلا فحم كده فبتلاقي ابيض هنا اهو، برده في السكرته نفس الكلام، في الخضر نفس الكلام، في القشر بنادق نفس الكلام، بيجي اللي هو ريش هنا هو ابيض في الكتفين او كتف واحد، ده اللي هو بيتسمى فرد حمام بخلع، معظمه برده بيجي في الحمام اللبلق. طيب هنتكلم مثلا في العشر وبعد كده هننزل مثلا على الزفاره وننزل على الكرتشه، وبيجي يعني ايه فرد حمام سالت يعني ايه القطنه، وبرده هنتكلم برده في حته الديل، احنا هنوصف لك على قد ما نقدر فرد الحمام النهارده عشان نخلص عشان نخش ان شاء الله في اللي بعده. طيب هنيجي نتكلم يعني ايه عشر واسع وعشر ضيق. كلمه عشر في الاول يعني كلمه عشر دي جايه من كلمه عشر رشات، يعني عشر دي كلمه عشر فرد الحمام جايه من مصطلح كلمه عشر رشات، فهي كلمه عشر دي جايه من اللي هو ايه عشر رشات. طيب ايه عشر واسع وايه عشر ضيق؟ العشر الواسع ده زي ما احنا عارفين مثلا عنب رسوم، مرقعات، مساويل، العنب رسوم والمرقعات مثلا بيكون 7 و7 9 و9، المسود مثلا بيكون 10 و9، فهي كده كده ما بتختلفش، هي الفكره بس اهم حاجه يكون اللي هو ده متساوى ده، يعني اللي هو مثلا فرد حمام بيبقى مظبوط 7 و7 ده 10 كويس، فرد حمام 8 و8 برده 10 كويس، 9 و9 ما فيش اي مشكله برده بيبقى 10 كويس، لكن ما جيش مثلا ده العشر اللي هو بيبقى واسع، ده العشر المظبوط اللي هو بيكون الجناح ده متساوي بالجناح ده بعدد الريش الابيض. طيب عشان خاطر تكون فاهم، المرقع جتته كلها احمر والعشر بتاعه ابيض، العنبر الاسمر جتته كلها سودا والعشر بتاعه اللي هم الجناحين بتوعه اللي هو 9 رشات ولا 7 رشات بيبقى ابيض. طب المسود، المسود بيبقى العشر بتاعه جناح اللي هو الجناح بتاعه من هنا ومن هنا ابيض والديب بتاعه ابيض، ده بالنسبه للي هو العشر ده حتة اللي هو فرد الحمام العشر واسع اتكلمنا فيه. طب يعني ايه عشر فرد حمام ضيق؟ عشر فرد الحمام الضيق اللي انت مثلا تلاقي عنبر اسمر برشتين بيت بس، يعني تلاقي مثلا ايه بالصمة والعديلة، فاللي هو تلاقي رشتين بيت بس، طب ايه ده يا عم ده عشر ضيق، بس هو تكوينه وتقليبه عنبر اسمر بس عشره ضيق، ممكن تلاقي في عشر فرد الحمام في جناح 5 رشات بيض والناحيه الثانيه ممكن تلاقي ريشه واحده اللي هي الصمة ريشه بيضة. طب ايه عشر مش مظبوط؟ عشر مش مظبوط ده يعني اللي هو مثلا فرد الحمام بيجي مثلا 7 رشات دولت مظبوطين بيض زي ما هم والناحيه الثانيه كده، طب يجي مثلا رشتين يفصلوا السبعه دولت وريشه تفصل السبعه، ده بيبقى لنا كده كده عشر فرد الحمام مش مظبوط. طيب انت لما تيجي مثلا تفرد فرد حمام ولا تيجي مثلا تكون فرد حمام، بيبقى المستحب ان انت تجيب تكوين فرد حمام عشره متساوي ببعضه يبقى عشره مظبوط، لو في فرد حمام دمويه وعشره ضيق فما فيش اي مشكله، اهم حاجه عشان خاطر لما يجي يفرد معايا يبقى بيفرد فرد حمام كويس. كده بنتكلم بنسبه اللي هو العشر
والقصه دي. طيب يعني ايه فرد الحمام مزفر؟ فرد الحمام المزفر هي بس بقى مصطلحات. فرد الحمام ده كده يقول لك ايه؟ ده مزفر من بطن فرد الحمام، ده ملطش، ده مطرطش. ده كلمه اللي هو مثلا ايه، زفاره او طرطشه، او اللي هو مثلا ايه الوحمه اللي هي مثلا برضو بتيجي. في ناس تقول لك ده وحمه، كل ده اللي هي بتبقى فرد الحمام بيبقى ايه، زفاره من تحت كده، من تحت بطن. طيب يعني هو قطنه، فرد الحمام يكون قطنه او فرد الحمام يكون سلك. فرد الحمام اللي هو مثلا زي اللبلق ده، اللي هي تكون بطنه كلها ما فيهاش همشه سودا، ده اللي هي مثلا في اللبلق الاسود. طيب في الاخضر لازما برضو اللي هو بيكون فرد الحمام ما فيهوش بقى ولا طرطشه ولا في همشه ولا في الكلام ده، ده اللي احنا بنطلق كلمه يعني فرد الحمام سلك او قطنه من تحت. كده خلصنا مثلا من كده من قصه فرد الحمام كده. طيب ننزل تحت يعني ايه مثلا، برضو قبل ما ننسى برضو هنتكلم عشان خاطر على السخان كده على طول، يعني ايه صمة ويعني ايه عديلة ويعني ايه عدلة العديلة. الصمة دي اول ريشة، دي عدلة، دي العديلة، دي عدلة العديلة. نرجع نقول تاني، الصمة اول ريشة من اول الجناح، التانية العديلة، التالتة دي اللي هي بيبقى عدلة العديلة. دي بالنسبة للي هم التلات ريشات بتوع المصطلحات. طيب هننزل مثلا عدل يعني ايه محبس، يعني ايه قرش، يعني ايه ريشة عطارة. طيب المحبس ده اللي هو بيجي مثلا كده ريشة سودة من هنا او ريشتين، دي بتتسمى محابس. ممكن بقى بتيجي في اللبلق، بتيجي في الشامي، الكلام ده اللي هو بيكون الديل بتاعه مثلا ابيض وجايله ريشة هنا اهو اللي هي سودة، اللي هي من اول الديل لاخرها الريشة كلها سودة. طيب القرش ده، القرش ده اللي هي الريشة بتلاقيها بيضة كلها وجايه من هنا من الاخر دي سودة مثلا. انا بكلمك حسب نوع فرد الحمام اللي في ايديا. ده بالنسبه للي هو المحبس واللي هي الريشه اللي هو فرد الحمام بيرش، دي اللي هي بتبقى كده كلها بيضه، والحته دي لون جته فرد الحمام او ايا كان نوعه ايه. طيب ايه ريشه العطاره ده او ريشه القلبو دي اللي هي مثلا اللي بتطلع ريشه العطاره دي كده في نص ديل فرد الحمام ومقسومة نصين، يعني بتطلع كده اهو. دي برضو من مميزات فرد الحمام اللي هي بتطلع الريشة دي بتبقى في منتصف الديل كده اهو، وبتطلع وتحس الريشة كده مقسومة نصين، يعني جاية من هنا دي مقسومة كده، دي بتبقى ريشة العطار. كده خلصنا مثلا شوية برضو مصطلحات كويسة. برضو هنرجع اللي هو ايه فرد الحمام، يعني ايه فرد الحمام مخنصر. فرد الحمام المخنصر ده اللي هو بيكون ضوافره اخر ده اهو في رجله كده، مفيش ضافر هنا اهو، يعني بيجي في صابع رجله كده اهو اخر ده الضفر ده، الضفر ده ما بيكونش موجود، بيبقى دوبك الصابع بتاع رجله بس حتة الجلدة كده اهو، ده اللي هي بيبقى الخنصرة بتبقى فرد الحمام. ودي بتبقى مميزات من فرد الحمام، ما بيبقاش عيب فيه عشان خاطر الراجل يقول لك ايه ده يا عم ناقص ضفر. لا ما تقلقش، مش ناقص ضفر ولا حاجة، لا ده هي دي اللي هو بيتسمى خنصرة فرد الحمام. فعلى قد ما نقدر اللي احنا وصلنا لك برضه عشان ما نسحبش عليك الدنيا، لسه يعني ايه كلمه تحضير، لسه يعني ايه تلبيد، لسه يعني ايه تهديئ، لسه 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 في حاجات كتير كده اهو انت فاهم احنا ممكن هنتكلم فيها. فاحنا النهارده ملخص سريع كده اتكلمنا لك على فرد الحمام، وان شاء الله هنخلص برضه سلسله الاسعار دي. بس انتظرونا في الفيديو القادم ده ان شاء الله هنتكلم ايه افضل وقت اللي انت تربي فيه تربيه الزغاليل، يعني ايه الوقت المناسب لتربيه الزغاليل ان كان في صيف ولا كان في الشتاء. فسهرة سعيدة عليكم ان شاء الله، فسامحونا بقى ان كنا بنصور بالليل، بس والله غصب عن الواحد، الواحد بيخلص شغل متاخر وخلص اللي وراه، فعلى قد ما بيقدر بيخطف نفسه ربع ساعة تلت ساعة كده بيصور كده. فدعواتكم معانا ان شاء الله بالتوفيق، وبكم معاكم مكملين. كان معاكم كوتو ادم، والسلام عليكم ورحمة الله.